تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فوصلنا إلى قول المصنف العلامة الفقيه المليباري رحمه الله تعالى: فرع يندب تعجيل صلاة. هكذا هنا وصلنا، صح؟ نعم. قال: فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها، لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت، ولظنها إذا لم يفحش عرفا، لا لشك فيها مطلقا. قال رحمه الله تعالى: فرع يندب أي يستحب تعجيل صلاة. يستحب أن تعجل الصلوات في أول وقتها لأدلة عامة وأدلة خاصة. فمن الأدلة العامة الأدلة التي تدل على الحث على المسارعة إلى الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واستبقوا الخيرات، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على فضل المسارعة إلى الخيرات. ومن الأدلة الخاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. وأصل الحديث في الصحيحين، لكن برواية لأول وقتها هذا ليس في الصحيحين، بل هو في سنن الدارقطني. قال: تعجيل صلاة ولو عشاء، أي يستحب تعجيل صلاة ولو عشاء، أي ولو كانت الصلاة صلاة عشاء فيستحب تعجيلها. وإنما قال المصنف رحمه الله ولو عشاء لوجود خلاف في صلاة العشاء. ففي المذهب قول أنه يستحب أن تؤخر العشاء، لكن القول المعتمد أنه يستحب التعجيل في صلاة العشاء، وهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وواظب عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، أنهم كانوا يعجلون صلاة العشاء. ولوجود الخلاف قال المصنف رحمه الله تعالى ولو عشاء، إذن نقول يسن تعجيل الصلوات بما في ذلك صلاة العشاء. نعم، بعض الصلوات تستثنى من التعجيل كصلاة الظهر في حالة الإبراد، وقد مر معنا في بعض دروسنا الأخرى في الفقه أنه يستحب الإبراد في صلاة الظهر بشدة الحر في قطر حار لمن كان يصلي جماعة في غير الجمعة. وذكرنا قول صاحب الزبد: وسن الإبراد بفعل الظهر لشدة الحر لقطر حر لطالب الجمع لمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى الإبراد أن الصلاة تؤخر عن أول وقتها، أي صلاة الظهر. وغاية الإبراد، يعني غاية الكمال، أنها تؤخر إلى منتصف الوقت. قال هنا:
يندب تعجيل الصلاة تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها. طيب ما معنى التعجيل؟ قال الفقهاء معنى التعجيل أنه بعد دخول الوقت يشتغل بأسبابها، يشتغل بأسباب الصلاة التي منها الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة، واضح؟ فإذا فعل هذه الأشياء بعد دخول الوقت فإنه يعتبر معجلاً، ولا يشترط ليكون معجلاً أن يفعل هذه الأشياء قبل دخول الوقت. يعني بعض الناس قد يتوهم أن فضيلة التعجيل لا تحصل له إلا إذا توضأ وستر عورته قبل دخول الوقت، ويظن أنه لو أخر ذلك إلى بعد دخول الوقت فإنه لا تحصل له فضيلة التعجيل. هذا غير صحيح. حتى لو دخل الوقت وبعد الدخول قمت بالطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وصليت السنة الراتبة القبلية فإن هذا داخل، وصليت بعد ذلك الفريضة فإن هذا داخل في ماذا؟ داخل في التعجيل، واضح؟ بل قال الفقهاء حتى لو فعل هذه الأشياء قبل الوقت، يعني قبل الوقت مثلا تطهر وستر عورته، تمام، ثم أذن وأقام مباشرة وصلى، تمام، هذا معجل. لكن لو أنه مثلا تطهر وستر عورته وبعد ذلك بعد الأذان انتظر وقتا لا يفعل شيئا وإنما ينتظر زمنا بقدر الطهارة وستر العورة ثم صلى، فإنه أيضا يعتبر معجلا، واضح؟ فإنه يعتبر معجلا. قال لكم هنا يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. طبعا أفضل الأعمال هذه ورد في الأحاديث، في أحاديث كثيرة، أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، واضح؟ ورد في عدة أحاديث أفضل الأعمال. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل لا مثل له، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا يختلف باختلاف الأحوال، بعض الناس أفضل الأعمال في حقه الصوم، بعض الناس أفضل الأعمال في حقه الصلاة في أول وقتها، بعض الناس أفضل الأعمال في حقه الصدقة، هذا يختلف باختلاف الأحوال باختلاف السائلين. فسائل قد يكون الأفضل في حقه كذا، سائل آخر قد يكون الأفضل في حقه كذا، سائل ثالث قد يكون الأفضل في حقه كذا. ولذلك من المهم جدا أن نعرف إمكانيات الناس. فعندما يأتيك شخص على سبيل المثال، يأتيك شخص تشعر فيه النجابة والذكاء، تمام، مثل هذا يوجه إلى طلب العلم، أمر جيد. لكن بعضهم ليس عنده ميول لطلب العلم، عنده مثلا ميول إلى التجارة، فهذا إذا جاءك تدله على العلم الواجب وترشده إلى المجال الذي ينفع فيه، أنت في التجارة أفضل، لكن مع تحصيلك للعلم الواجب الذي لا تصح العبادات إلا به والذي يجنبك المحرمات من المعاملات، واضح أو لا؟ إذن ليس كل الناس على مرتبة واحدة، هذا ينفع في مجال طلب العلم، هذا ينفع في مجال الطب، هذا ينفع في مجال الاقتصاد، هذا ينفع في مجال مثلا التجارة، وهكذا، واضح؟ قال هنا فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. قال وتأخيرها، قال وتأخيرها، ما معنى قوله وتأخيرها؟ أي ويندب تأخيرها. قوله وتأخيرها معطوف على ماذا؟ على تعجيل. قلنا يندب تعجيل صلاة أي ويندب تأخيرها. طيب متى يندب تأخير الصلاة؟ هل يمكن أن تأخير الصلاة يكون مستحباً؟ نعم ممكن أن تأخير الصلاة يكون مستحباً، بل هنالك صور سيذكرها المصنف أن تأخير الصلاة يكون واجباً ويجب أن تؤخر الصلاة حتى وإن خرج الوقت، يجب أن تؤخر الصلاة حتى وإن خرج الوقت، سيأتي معنا، تمام. فقال لك هنا وتأخيرها، تقدير الكلام أي ويندب تأخير الصلاة عن أوله، أي عن أول الوقت، فالضمير في قول أول يعود للوقت،
لتيقن جماعة أثناءه، أي أثناء الوقت. إذن يمكن أن نكتب هذا، نقول يندب تأخيرها، قال لكم يندب تأخيرها لتيقن جماعة، هذه الحالة الأولى. اثنين، أو ظن جماعة، هذه الحالة الثانية. أو شك في حصول جماعة، طبعا المراد آخر الوقت، آخر الوقت. انتبه معي، قال يستحب أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت، تمام؟ لماذا؟ لفضيلة تحصيل الجماعة. الجماعة هذه إما أن تتيقن أنها ستكون في آخر الوقت، هذه مرتبة اليقين، وإما أنك لا تتيقن وإنما يغلب على الظن أنها ستكون في آخر الوقت، وإما أن تشك، مستوى الطرفين، هل ستكون في آخر الوقت أو لا تكون. كم مراتب؟ ثلاث مراتب. قال إذا تيقنت جماعة في آخر الوقت يندب التأخير، لكن بشرط ما لم يضق الوقت. ما لم يضق الوقت، ما معنى ما لم يضق الوقت؟ أي ستصلي الصلاة كلها في الوقت، لا تخرج شيئا منها خارج الوقت. فإذا تيقنت أن الجماعة ستكون في آخر الوقت، أخر الصلاة، يستحب أن تؤخر الصلاة، واضح؟ قال يستحب أن تؤخر الصلاة إلى متى؟ بشرط أن الوقت لا يضيق، تمام؟ طيب، إذا لم يتيقن وإنما ظن جماعة في آخر الوقت، نقول يستحب أن يؤخر الصلاة، تمام؟ ما لم يفحش التأخير، ما لم يكن التأخير تأخيرا فاحشا. ما معنى فاحشا؟ المصنف في بعض كتبه العلامة المنلباري له كتاب آخر اسمه إرشاد العباد، قال معنى ما لم يفحش التأخير أي ما لم ينتصف الوقت، أي ما لم تصل إلى منتصف الوقت، واضح أو لا؟ طيب، إذا كنت تشك هل ستحصل جماعة في آخر الوقت أو لا تحصل، في شك، هل تؤخر أو لا تؤخر؟ قال لك ماذا؟ قال لك لا تؤخر، لا يندب التأخير. عرفنا؟ فهمنا هذا؟ طيب، انتبه معي، في المرتبة الأولى إيش قلنا؟ يستحب تأخير الصلاة لتيقن جماعة آخر الوقت ما لم يضق الوقت. ما معنى يضق الوقت؟ أي ما لم توقع بعض الصلاة خارج الوقت، فهمنا؟ هذا إذا أردت أن تصلي صلاة واحدة. أما لو قال إنسان أنا سأصلي في أول الوقت منفردا ثم أصلي في آخر الوقت إعادة مع الجماعة، فهذا أفضل، واضح أو لا؟ لو قال في أول الوقت سأصلي منفردا لأحافظ على فضيلة الصلاة أول الوقت، في آخر الوقت سأصلي إعادة محافظة على فضيلة الجماعة، فهذا أفضل. وقد مر معنا قبل أيام في دروس الورقات أنه يستحب إعادة الصلاة، مر معنا في قصة معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، واضح؟ مع أن الصلاة الأولى أفضل التي هي مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ انظر ماذا قال لكم هنا المصنف، قال وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة
أثناءه وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت. إذن يتكلم على أي حالة؟ على الحالة الأولى. شوف في الحالة الأولى، انتبه، في الحالة الأولى تؤخرها حتى وإن فحش التأخير، ما في مشكلة. قال لك: وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت. ولظنها، لظن ماذا؟ ولظنها، لظن ماذا؟ لظن الجماعة، أي ويندب تأخيرها عن أول الوقت لظن جماعة إذا لم يفحش التأخير. هذه الحالة الثانية، إذا لم يفحش التأخير. ما معنى يفحش التأخير؟ أي إذا لم، ها، إذا لم، ما لم ينتصف الوقت، ما لم يصل إلى نصف الوقت كما صرح به المصنف في بعض كتبه، قال: بحيث لا يزيد على نصف الوقت أو عن نصف الوقت. قال: لا لشك فيها مطلقا، أما إذا شك في حصول الجماعة في آخر الوقت فإنه لا يندب، لا يندب التأخير مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء فحش التأخير أو لم يفحش، مطلقا لا يستحب، لا يستحب التأخير. إذن صارت عندنا كم مراتب؟ ثلاث مراتب. قال لكم بعد ذلك: والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره. فهمنا أو لا؟ يعني لو جاءك سؤال، طبعا هذا كله يدخل في قاعدة فقهية وهي قاعدة تقديم أعلى المصلحتين. واضح؟ أيهم أعلى مصلحة؟ تقدم هذا أو تقدم هذا؟ أيهم أعلى مصلحة؟ الأعلى مصلحة أن تصلي منفردا في أول الوقت، أو الأعلى مصلحة أن تصلي جماعة في آخر الوقت؟ أيهم أعظم مصلحة؟ هذه أمثلة لقاعدة إعمال أعظم الأمرين مصلحة، تقديم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا. واضح؟ هذا تطبيقات للقاعدة. على كل حال، الآن يقول لك: الجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثير آخره. لو قال لك شخص: هل الأفضل أن نصلي ونحن عشرة في أول الوقت، أو نصلي في آخر الوقت ونحن 300؟ ما الجواب؟ هل الأفضل جماعة قليلة في أول الوقت أو جماعة كثيرة في آخر الوقت؟ قال لك المصنف: والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره. لماذا؟ لماذا هنا يقول إن الجماعة القليلة في أول الوقت أفضل؟ لماذا لا يقول إن الجماعة الكثيرة في آخر الوقت أفضل؟ لماذا؟ الجواب: لأن أصل الفضيلة التي هي الجماعة موجودة هنا وموجودة هنا. واضح؟ الجماعة في أول الوقت موجودة لكنها قليلة، الجماعة في آخر الوقت موجودة لكنها كثيرة، فأصل الفضيلة موجود هنا وموجود هنا، بخلاف السابق. السابق الصورة الأولى كان إذا صلى في أول الوقت صلى منفردا، إذا صلى في آخره صلى جماعة. هذه مسألة، الآن هذه مسألة أخرى. إذا صلى في أول الوقت صلى جماعة لكن قليلة، إذا صلى في آخر الوقت صلى جماعة لكن كثيرة. قال لك: قدم الجماعة القليلة في أول الوقت على الجماعة الكثيرة في آخره. لماذا؟ لأن أصل السنة التي أصل الفضيلة للجماعة موجودة هنا وموجودة هنا، إنما التفاوت في ماذا؟ في كمال الفضيلة، أن هذا قليل، الجماعة الأولى قليلة والجماعة الثانية ماذا؟ كثيرة. فهمنا؟ قال لكم: والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره. ثم قال الآن: هذا بارك الله فيكم في ماذا؟ هذا بارك الله فيكم في استحباب التأخير. الآن ننتقل من استحباب التأخير إلى وجوب التأخير. يجب أن تؤخر الصلاة حتى وإن خرج الوقت، حتى وإن خرج الوقت. انظر، يعني يخرج الوقت أخر الصلاة لا بأس. متى؟ في صور ذكر المصنف هنا صورتين. قال: ويؤخر المحرم، والمراد بالمحرم هنا المحرم بحج كما سيأتي،
قال: ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا، لأن قضاءه صعب والصلاة تؤخر لأنها أسهل من مشقته، ولا يصليها صلاة شدة الخوف. قال: ويؤخر المحرم، أي المحرم بماذا؟ المحرم بحج، صلاة العشاء وجوبا. هذا إشارة إلى الحكم، أن التأخير هنا ليس تأخيرا مستحبا وإنما تأخير واجب. قال: وجوبا لماذا؟ قال: لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة. أركان الحج 5 أو 6، أول ركن من أركان الحج الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي بين الصفا والمروة، والخامس الحلق أو التقصير، والسادس الترتيب بين معظم الأركان. بعضهم يعده ركنا وبعضهم لا يعده ركنا. يهمنا الآن الوقوف بعرفة. إذا فاتك الوقوف بعرفة فاتك الحج، لأن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. إذا لم تقف في عرفة في الوقت المحدد لم تحج في ذلك العام. طيب، متى ينتهي وقت الوقوف في عرفة؟ وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال، من بعد الزوال، من الظهر، يستمر إلى متى؟ إلى طلوع الفجر يوم النحر، إلى أن يطلع الفجر يوم النحر ينتهي. طيب، نفترض أنك وصلت إلى ذلك الأماكن، إلى قرب ذلك المكان، وكان وقت العشاء قد جاء، لكن أنت الآن بين أمرين: إما أنك تمشي إلى عرفة لتدرك عرفة قبل طلوع الفجر، أو أنك تقف لتصلي العشاء، وإذا وقفت لتصلي العشاء طلع الفجر ولم تقف بعرفة. ما معنى طلع الفجر ولم تقف بعرفة؟ يعني فاتك الحج. عندك هنا مصلحة وهنا مصلحة. هنا أنك تراعي عدم فوات الحج، واضح؟ والحج إذا فات الوقوف بعرفة تتحلل بعمل عمرة وعليك القضاء من العام القادم، في مشقة، واضح؟ وإما أنك تمشي إلى عرفة لتدرك الوقوف وتفوتك صلاة العشاء، فتصلي العشاء بعد أن يطلع الفجر الصادق. تراعي ماذا؟ تقدم هذا أو تقدم هذا؟ قال لك الفقهاء: أخر صلاة العشاء، أخرها وجوبا وأدرك الوقوف بعرفة. لماذا؟ قالوا: لأن الحج قضاؤه صعب، قضاء الحج صعب، واضح؟ أن تقضي الحج هذا فيه صعوبة، بخلاف الصلاة أمر القضاء فيها أسهل. إذن راعوا ماذا؟ راعوا ما هو أكثر مشقة، واضح؟ فقالوا لك: أخر صلاة العشاء حتى وإن خرج الوقت لتدرك الوقوف بعرفة. قال قائل: طيب، لماذا وأنا أمشي إلى عرفة حتى أدرك الوقوف لماذا لا أصلي صلاة العشاء كصلاة شدة الخوف؟ ما معنى صلاة شدة الخوف؟ صلاة شدة الخوف أنك تصلي وأنت تمشي، راكبا أو راجلا، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، واضح؟ لماذا لا أصلي صلاة شدة الخوف؟ قال لك الفقهاء: لا تصلي صلاة شدة الخوف، بل تدرك الوقوف بعرفة وإن خرج الوقت، ثم بعد ذلك تصلي العشاء صلاة تامة متمكنا، واضح؟ انظر إلى المسألة، نعيد قراءتها مرة أخرى لنفهم. قال: ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوت حج بفوت الوقوف بعرفة. طيب، أسألكم: متى يفوت الوقوف بعرفة؟ متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ إذا طلع فجر يوم النحر، إذا طلع فجر يوم النحر، أحسنتم. قال: لأجل خوف فوت حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا، يعني لو مثلا نزل وتوضأ
وصلاها متمكنا بركوع وسجود سيفوت الوقوف بعرفة. تمام. قال لأن قضاءه صعب. قضاء ماذا؟ قضاء الحج. فالضمير هنا قضاءه يعود إلى الحج. قال لأن قضاءه صعب. تمام. والصلاة تؤخر، أي الصلاة يمكن أن تؤخر لأنها أسهل من مشقته. طيب، إذا قال قائل لماذا لا يصلي صلاة شدة الخوف؟ انظر ماذا قال له: ولا يصليها صلاة شدة خوف. ولا يصليها صلاة شدة الخوف. ما معنى صلاة شدة الخوف؟ أنه يصليها راكبا، راجلا، مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة. قال لا، تقف في عرفة ثم تصليها صلاة تامة، ما تصليها صلاة شدة الخوف. فهمنا؟ بارك الله فيكم، اتضح هذه المسألة. نعيد قراءتها مرة ثالثة لنقف على بعض الدقائق. قال: ويؤخر المحرم. لو سألك سائل فقال: أنت قلت المراد بالمحرم هنا المحرم بحج، وهذا الذي يفهم من كلامه، لأنه قال لأجل خوف فوات حج. فهل المحرم بعمرة له نفس الحكم أم لا؟ ما رأيكم؟ إذا كان المحرم بعمرة، تمام، يريد أن يدرك يعني الطواف، أعمال العمرة، هل يؤخر صلاة العشاء حتى وإن خرج الوقت، أو يؤخر صلاة الظهر أو العصر أو الفجر أو المغرب، أو أن هذا خاص بالحج فقط؟ ما رأيكم؟ خاص بالحج، لأن العمرة وقتها جميع السنة، في أي وقت، واضح، في أي وقت تفعلها، ليس لها وقت محدد. إذا فاتت العمرة ما في، هذا في الحج، واضح. ولذلك يفهم من كلامه، وهو ما اعتمده شيخه العلامة ابن حجر، أن هذا خاص بالحج. قال: ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوات الوقوف بعرفة، لو صلاها بعرفة. تمام. أظنه ممنوع من الصرف، صح؟ ممنوع من الصرف عرفة أو لا؟ ممنوع من الصرف، صح؟ بعرفة. تمام. عندكم ماذا قال؟ بعرفة أو بعرفة؟ ممنوع من الصرف. قال هنا: لأن قضاءه صعب والصلاة تؤخر لأنها أسهل من مشقته. يعني ذاك من؟ الحريري أبو القاسم يقول: وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا في السماع مثل منا، وذكر بعضها لكن ليس منها عرفة. نعم، منا وبدر، ذكر بعضها. قال هنا: لأن قضاءه صعب والصلاة تؤخر لأنها أسهل من مشقته، ولا يصليها صلاة شدة الخوف. طيب، هذه صورة الآن، ما حكم تأخير الصلاة فيها؟ واجب، ها؟ واجب. صورة أخرى يكون تأخير الصلاة فيها واجب. قال: ويؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت. رأيت شخصا يغرق، أو رأيت شخصا من المسلمين يأسره الكفار، ولو أردت إنقاذ الغريق أو إنقاذ الأسير خرج وقت الصلاة، تقدم ماذا؟ قال لك: أنقذ الأسير وأنقذ الغريق حتى وإن خرج الوقت. لماذا؟ لأن مصلحة إنقاذهما أعظم من مصلحة إيقاع الصلاة في وقتها. إذن هذا كله الذي نبحثه، هذا كله يندرج في قاعدة تعارض المصلحتين، هذا كله يصلح أمثلة لهذه القاعدة. قال: ويؤخر وجوبا. ما حكم التأخير هنا؟ واجب. قال: ويؤخر وجوبا من رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت. فهمنا؟ طيب، مرت معنا مسألة في الدروس السابقة يؤخر فيها وجوبا، من يتذكر؟ حتى وإن خرج الوقت يجب أن يؤخر الصلاة، من يتذكر؟ مرت معنا مسألة يجب أن يؤخر فيها الصلاة حتى وإن خرج الوقت،
أظنها مرت قريبا يعني ليست بعيدا يعني. ليست هنا ها؟ يمكن أن تقلب الكتاب. مسألة كيف اشرح لي أستاذ نور؟ أستاذ نور اليوم سيأخذ هدية يمكن أستاذ نور ها؟ نعم هذه هدية أستاذ نور. ما هي أستاذ نور؟ أحسن أيوة نعم أحسنت. نقول صورة المسألة أنه إذا كان عنده ثوب متنجس وهو يمكنه تطهيره واضح، فهذا ينتظر تطهير الثوب، يعني مثلا سيجد الماء، هذا يطهر الثوب ويصلي فيه حتى وإن خرج الوقت ما دام أنه يمكنه تطهير الثوب. ذكرنا هذه المسألة عندما تكلمنا على العاجز عن الصلاة في ثوب طاهر، واضح. ذكرنا صور من هذه الصورة، وهي أيضا ذكرها المصنف، نص عليها المصنف رحمه الله. طيب إذن في هذه الصورة بارك الله فيكم إيش نقول؟ نقول يجب التأخير حتى وإن خرج الوقت. أنا عندي ثوب، انتبه معي، عندي ثوب، هذا الثوب متنجس واضح، وسأجد ماء ليطهره به، فهل أصلي عاريا في الوقت أو أطهر الثوب وأصلي بعد الوقت بثوب طاهر؟ قال لك بعد الوقت تصلي بثوب طاهر، طهر الثوب وصلي بعد الوقت بثوب طاهر، واضح، لا تصلي عاريا ما دمت متمكنا من التطهير. أما إذا لم تكن متمكنا من التطهير فإنك تصلي عاريا. مرت معنا هذه المسألة. إذن في هذه الحالة ما الحكم؟ يجب أن يؤخر الصلاة حتى وإن خرج الوقت. أحسن أستاذ نور، هذه هدية. طيب مرت معنا مسألة أخرى حصل فيها وإياكم حصل فيها خلاف، هل يؤخر الصلاة وإن خرج الوقت ها؟ أو أنه يصلي الصلاة في وقتها؟ يعني موجودة عندكم في الكتاب، انظروا، أنا أعطيكم الوقت لا بأس، خذ الوقت وانظر، يمكن أن تقلب الكتاب. مرت معنا هذه مسائل، قد مرت يعني أنا لا آتيكم بشيء جديد، هذه مرت معنا. المعتمد أنك لا تؤخر، لكن بعض الفقهاء قال لك أخر الصلاة حتى وإن خرج الوقت. بسم الله. من يأخذ الكوبون الآخر؟ وجدتم؟ وجدتم؟ لم؟ افتحوا مسألة الرعاف، ولو رعف قبل الصلاة فإن رجا انقطاعه في الوقت. افتحوا هذه المسألة، لو رعف، تعرفون ما معنى الرعاف؟ مرة معنى الرعاف سيلان الدم من الأنف. وجدت؟ شكرا. لم؟ وجدت؟ لو رعف في صفحة كم؟ ماذا؟ لا بس، أي طبعة عندك؟ طبعة من عندك؟ طيب لا بس، بعضهم عنده، هذا عنده مجد الحمول، صفحة كم؟ 73. وجدت لو رعف عندهم 53 في طبعة الشيخ قاسم النوري، وفي طبعة الشيخ ماجد الحموي 73. اقرأ ماذا قال، ارفع صوتك قليلا. قال فإن رجى انقطاعه والوقت متسع انتظر، أي انتظر وجوبا. نعم أيوة. وإلا تحفظ كالسلس،
يعني يضع شيئا يوقف الدم ويصلي. تمام. ايوه. خلافا، يعني يوجد بعض الفقهاء من الشافعية قال ينتظر حتى يقف الدم حتى وإن خرج الوقت. واضح؟ يوجد من قال من الفقهاء، لكن المعتمد أنه يتحفظ ويصلي في الوقت. واضح أو لا؟ فهمنا أو لم؟ أيوة. إذن مثل هذه المسائل لابد أن تربط بعضها ببعض حتى يسهل عند المذاكرة فهمها. تمام، اربط هذه المسائل بعضها ببعض. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن عرفنا الآن أنه أن الأصل أن الصلاة تصلى في أول وقتها. الأصل أنه يسن تعجيل الصلاة في أول وقت، هذا الأصل، لكن أحيانا يندب تأخير الصلاة لحصول فضيلة كجماعة، وأحيانا يجب تأخير الصلاة حتى وإن خرج الوقت. ذكر لك المصنف صورتين وزدتك صورة ثالثة قد درسناها من قبل، وهذه صورة رابعة حصل فيها خلاف. واضح؟ وقال بعضهم يؤخر حتى وإن خرج الوقت، وقال بعضهم لا، يصلي في الوقت. ثم قال لكم بعد ذلك بارك الله فيكم: فرع، يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها، حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه لعادة أو لإيقاظ غيره له، وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت. واضح أو لا؟ قال يكره النوم بعد دخول الوقت. يحتاج أن نشجر أولا حتى نفهم المسألة بجميع صورها. النوم إذا نام قبل دخول الوقت فهذه حالة، تمام؟ وإذا نام بعد دخول الوقت فهذه حالة. إذا نام قبل دخول الوقت فما حكم النوم قبل أن يدخل الوقت؟ نام قبل دخول وقت الظهر، نام قبل دخول وقت العصر. إذا نام قبل دخول الوقت فإن هذا النوم مباح حتى وإن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ في الوقت. واضح؟ حتى وإن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ في الوقت. لماذا؟ لأنه قبل دخول الوقت ليس مكلفا بالصلاة. متى تجب عليك الصلاة؟ بعد دخول الوقت، صح؟ قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس. قبل دخول الوقت لست مكلفا بالصلاة، فلو نام قبل دخول الوقت، واضح؟ فإنه لا يأثم حتى وإن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ في الوقت. هذه الحالة الأولى. طيب إذا نام بعد دخول الوقت فهذا له قسمان كبيران. القسم الأول أن يغلب عليه النوم. ما معنى يغلب عليه النوم؟ أي يشتد عليه النوم بحيث يصل إلى درجة أنه لا يميز ولا يمكنه أن يدفع النوم عن نفسه. فإذا غلب عليه النوم جاز له أن ينام. واضح؟ إذا وصل إلى هذه الدرجة جاز له أن ينام. طيب إذا لم يغلب عليه النوم، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يظن الاستيقاظ قبل ضيق الوقت،
يظن أنه سيستيقظ قبل أن يضيق الوقت عن الصلاة، بمعنى أنه سيوقع الصلاة في الوقت، لن يخرج شيئا منها خارج الوقت. فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل ضيق الوقت فنومه جائز. وإن لم يغلب على ظنه ذلك حرم. واضح ولا؟ وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ قبل ضيق الوقت فإنه يحرم عليه أن ينام. إذن هذا ملخص المسألة. نقرأ المسألة من الكتاب، ننظر كل حالة من الحالات، هو تقريبا ذكرها كلها إما تصريحا وإما إشارة، ذكر كل الحالات إما تصريحا وإما إشارة. انظر ماذا قال. قال: يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها. طيب، قال هنا يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة، ماذا تفهم من قوله بعد دخول وقت الصلاة؟ ماذا تفهم؟ أن قبل دخول الوقت يكره. قال لك يكره النوم متى؟ بعد الدخول. طيب وقبل الدخول؟ لا يكره، إنما يكره متى؟ بعد الدخول. طيب وقبل الدخول؟ لا يكره. إذن أشار إلى هذه الحالة، صح؟ إشارة، هو لم يصرح لكنه أشار. تمام. قال يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها. متى يكون مكروها؟ قال حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه. إذن هنا إذا ظن الاستيقاظ قبل الضيق فإنه يجوز مع الكراهة، فإنه يجوز مع الكراهة. هذه التي صرح بها، فهمنا؟ قال حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه، إما ظن الاستيقاظ لعادة، بعض الناس عادته عنده ساعة بيولوجية، ينام نصف ساعة ثم يستيقظ لوحده دون أن يوقظه أحد، يعني يتحكم بنفسه. بعض الناس عندهم قدرة على هذا، يقول أنا سأنام 20 دقيقة، ينام 20 دقيقة فقط. هذا يسمى ساعة بيولوجية، واضح؟ عنده ذهن يحسب الوقت، يوقظه في الوقت الذي يريد. هذا يمكن بالتدرب، إذا تدرب الإنسان على هذا يمكن هذا. هذا أظن الذين يدخلون في ماذا يسمى في العسكرية، يعملون في العسكرية يدربونهم على هذا، كيف يتحكم بجسمه. قال لعادة أو لإيقاظ غيره، يعني أن شخصا سيوقظه، تخبر شخصا أيقظني بعد ساعة، أيقظني بعد نصف ساعة. تمام. أو اليوم يمكن توقيت الجوال أو توقيت المنبه أي شيء. قال وإلا حرم. إيش معنى وإلا حرم؟ أي وإن لم يغلب على ظنه ذلك، أي الاستيقاظ قبل ضيق الوقت، فما الحكم؟ قال وإلا حرم. إذن صرح بهذه الحالة وصرح بهذه الحالة تصريحا. قال وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت. الذي لم يغلب، قال الذي لم يغلب، إيش تفهم؟ أنه لو غلبه النوم فإنه ماذا؟ فإنه يحرم أو لا يحرم؟ فإنه لا يحرم بل يجوز. هذا هو، إذا غلبه النوم. ما معنى غلبه النوم؟ أي وصل معه النوم إلى حد أنه لا يميز ولا يمكنه أن يدفع النوم عن نفسه، فحينئذ يكون جائزا. إذن هو ذكر الحالات الأربع، اثنتان تصريحا واثنتان إشارة. نعيد قراءة المسألة. قال فرع: يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه لعادة أو لإيقاظ غيره له، وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت. ثم قال فرع: يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق. هذا شروع في مبحث آخر، وهو مبحث ماذا؟
الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة. فقال لك ينهى عن الصلاة في أوقات محددة. هذا النهي عن الصلاة بارك الله فيكم نهي تحريم. ما معنى نهي تحريم؟ أي أنه يحرم فعل الصلاة في هذه الأوقات والصلاة لا تصح. إذن النهي هنا يقتضي الفساد، وقد مر معنا هذا قريبا. مطلق الأمر عندنا لا يشمل كرها، ففي الوقت الصلاة تبطل كما قال صاحب الكوكب. قال هنا فرع يكره تحريما، هذا هو المعتمد في المذهب، والرأي الآخر في المذهب أنه يكره تنزيها. قال يكره تحريما صلاة لا سبب لها، أي النفل المطلق، كالنفل المطلق، ومنه صلاة التسابيح، مرت معنا قريبا في درس الوسيط. صلاة التسابيح أنه في القيام بعد الفاتحة والسورة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، في الركوع 10 مرات، في الاعتدال 10 مرات، في السجود الأول 10 مرات، في الجلوس بين السجدتين 10 مرات، في الجلوس في السجود الثاني 10 مرات، وفي التشهد أيضا 10 مرات، تمام. وفقهاؤنا الشافعية كجمهور الفقهاء يستحبونها. قال كالنفل المطلق ومنه التسابيح، أو لها سبب متأخر. مثل ماذا؟ قال كركعتي استخارة وإحرام. ركعتا الاستخارة ذات سبب متأخر، ركعتا الإحرام ذات سبب متأخر. فإنه في الاستخارة يصلي ثم يستخير، في الإحرام يصلي ثم يحرم. متى تحرم؟ قال بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح، واحد. وعصر، أي وبعد أداء عصر حتى تغرب، أي الشمس. وعند استواء غير يوم الجمعة، 3 أوقات. ذكر 3 أوقات، في الحقيقة هو أدمج بعضها في بعض، وإلا فالأوقات كم؟ فالأوقات كم؟ 5. 2 يتعلقان بفعل المصلي، و3 يتعلقان أو تتعلق بالزمان. يتعلق بفعل المصلي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، و3 يتعلقون بالزمان أو تتعلق بالزمان، وهي بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الاستواء، وعند اصفرار الشمس حتى يكتمل غروبها. إذن لو أردنا أن نفصل فهي كم أوقات؟ 5 أوقات. 3 تتعلق بالزمن، 2 يتعلقان بفعل المصلي. قال هنا وعند استواء غير يوم الجمعة لا ما له سبب متقدم. إذن لو أردنا أن نرتب هذه المعلومات فإننا سنقول كالتالي. معلومة الأولى، ما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ قال لك الصلاة في وقت النهي تحرم، تكره تحريما، يعني تحرم. وهذا التحريم يلزم منه عدم صحة الصلاة. هنا النهي يقتضي الفساد، بل قال بعض الفقهاء ويعزر من يصلي صلاة ذات سبب متأخر أو نفلا مطلقا في هذه الأوقات، يعزر. ما معنى يعزر؟ يؤدب إما بضرب وإما بحبس، واضح؟ يعني كم أحكام؟ حكم تكليفي تحرم، ها؟ وحكم وضعي ولا تصح، وأيضا عقوبة تعزير، 3 أشياء. طيب، قال هذه المعلومة الأولى، ما هي الصلوات التي ينهى عنها في هذه الأوقات؟ قال الصلوات التي ينهى عنها في هذه الأوقات نوعان، ما كان نفلا مطلقا، 1، الثاني ما له سبب متأخر، مثاله صلاة استخارة وصلاة إحرام،
ركعتا الاستخارة وركعتا الإحرام. واضح هذه المعلومة الثانية. ما هي الأوقات التي ينهى عنها؟ هو ذكر ثلاثة، في الحقيقة هي خمسة. اثنان يتعلقان بفعل المصلي. ما معنى بفعل المصلي؟ أن يبدأ وقت النهي بعد أن يفعل المصلي العبادة، بعد صلاة الصبح. انظر، بعد صلاة الصبح، أي بعد فعلك للصلاة، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ثلاثة تتعلق بالزمن، متى؟ عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، عند استواء الشمس وسط السماء، عند اصفرار الشمس حتى تغرب. هذه الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة. تمام؟ هل يوجد استثناء؟ نعم يوجد استثناءات، ليس استثناء، لكن هنا ذكر استثناء واحدا، سيأتي بقية الاستثناءات. قال لك في غير يوم الجمعة بالنسبة لوقت الاستواء، يعني ينهى عن الصلاة في وقت الاستواء. معنى وقت الاستواء عندما تكون الشمس وسط السماء تماما، هذا وقت الاستواء. في هذا الوقت ينهى عن الصلاة إلا في يوم الجمعة، ولذلك قال لك هنا وعند استواء غير يوم الجمعة. فهمنا؟ هذه أربع معلومات. المعلومة الخامسة، الصلاة التي لها سبب متقدم لا ينهى عنها. كم صارت معلومات؟ خمس معلومات، خمس مسائل. طيب إذا تقررت هذه المسائل الخمس، نريد أن نفرع عليها بعض الأشياء. قال هنا فرع، يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق، ومنه صلاة التسابيح، أو لها سبب متأخر كركعتي استخارة وإحرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح، وعصر، أي وأداء عصر. يأتي سؤال، لو أنه جمع العصر مع الظهر، لو أنه جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، هل يدخل وقت النهي بعد انتهاء صلاة العصر التي جمعها جمع تقديم، أو لا يدخل وقت النهي حتى يأتي وقت العصر؟ فهمنا أو لا؟ ما رأيكم؟ ماذا تفهمون من عبارات المؤلف؟ ها؟ يدخل وقت النهي أو لا يدخل؟ نعم يدخل. انظر ماذا قال، قال بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح، وعصر. ما معنى وعصر؟ معطوف، وبعد أداء عصر. فلو أنه فعل العصر ولو قدمها جمع تقديم فإن وقت النهي يدخل. واضح؟ إذن قوله هنا وعصر، بارك الله فيكم، المقصود به ماذا؟ المقصود به أنه يدخل وقت النهي بعد فعل العصر، ولو كانت العصر مجموعة جمع، ولو كانت العصر مجموعة جمع تقديم. قال حتى تغرب وعند استواء غير يوم الجمعة. قوله غير يوم الجمعة، بارك الله فيكم، يوم الجمعة في وقت الاستواء ما في نهي. طيب يوم الجمعة في وقت الاستواء ما في نهي عن الصلاة، وطبعا وقت الاستواء من باب الفائدة، وقت الاستواء هذا وقت قصير جدا يسع قولك الله أكبر، يعني ثانيتين فقط، لكن لو صادف الصلاة تبطل. فهمنا؟ هو وقت قصير، لكن لو صادف الصلاة تبطل الصلاة. طيب يوم الجمعة ما في نهي، قولنا يوم الجمعة ما في نهي، هل هذا لمن حضر الجمعة فقط أو حتى لمن كان في البيت لا يحضر الجمعة كأصحاب الأعذار كالمريض والمرأة ونحوهم، أو أن هذا خاص بمن يحضر الجمعة؟ ما رأيكم؟ قال الفقهاء هذا عام، سواء لمن حضر الجمعة أو من لم يحضرها. واضح؟ الاستثناء هذا عام، فيجوز الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة سواء كان الشخص حاضراً للجمعة أو لم يكن حاضراً الجمعة. قال لكم هنا وعند استواء غير يوم الجمعة لا ما له سبب متقدم. طيب هو استثنى، بارك الله فيكم، أحد الاستثناءات فقط، استثناء واحد، وهو ماذا؟ يوم الجمعة، استثناه من
النهي عن الصلاة عند الاستواء. هناك استثناء ثاني، هذا استثناء زماني، يوجد استثناء مكاني وهو الحرم، حرم مكة. في حرم مكة يجوز لك أن تصلي أي صلاة حتى ولو كانت نفلاً مطلقاً في أوقات النهي، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، واضح؟ إذن هذا الحديث بارك الله فيكم يدل على أن الحرم يستثنى، والمراد بالحرم هنا ليس المسجد، وإنما الحرم الذي يحرم الصيد فيه، الحرم بكله. طيب، هذا استثناء مكاني، هذا استثناء مكاني. بقي عندنا استثناء حالي، وهو إذا تقصد الإنسان أن يوقع الصلاة في وقت النهي، سيأتي الإشارة إليه. وبقي عندنا استثناء الرابع أيضا سيأتي الإشارة إليه، لكن نكتفي الآن بالاستثناء الزماني والمكاني. قال لكم هنا: وعند استواء غير يوم الجمعة لا ما له سبب متقدم. عندما نقول صلاة لها سبب، ما معنى كلمة صلاة لها سبب؟ صلاة لها سبب، إما هذا السبب يكون متقدما، أو يكون هذا السبب مقارنا، أو يكون هذا السبب متأخرا. طيب، هذا السبب متقدم، متقدم على ماذا؟ متقدم على ماذا؟ ها؟ متقدم على الصلاة، هذا هو المعتمد، أن يكون السبب متقدما على الصلاة ليس على وقت النهي، أن يكون السبب متقدما على الصلاة، أو أن يكون السبب مقارنا للصلاة، أو أن يكون السبب متأخرا عن الصلاة، واضح؟ طيب، يقول لك هنا: لا ما له سبب متقدم، مثل ماذا؟ قال: ك. الآن سيذكر لك عدة أمثلة للسبب المتقدم. قال: ك ركعتي الوضوء، ما سببهما؟ ها؟ الوضوء وهو متقدم، ممتاز، أحسن. وطواف، أي وركعتي طواف، ما سببهما؟ الطواف، يطوف أولاً سبعاً ثم يصلي ركعتين، صح؟ طيب، أحسنتم. وتحية، ما سببهما؟ دخول المسجد، إذن يدخل أولاً ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، صح؟ إذن السبب متقدم. ومثل تحية المسجد الركعتان المستحبتان عند دخول البيت، فيدخل البيت ثم يصلي ركعتين، صح أو لا؟ إذن السبب ماذا؟ السبب متقدم، دخول البيت، نعم. قال: وكسوف، متقدم أو مقارن؟ كسوف، مقارن أو متقدم؟ ممكن هذا وممكن هذا، ممكن هذا وممكن هذا. إن كان المقصود متقدم، أي أن الكسوف يتقدم على بداية الصلاة فيحصل الكسوف أولاً ثم نصلي، فهو متقدم. وإن كان المقصود أنه يجب علينا أن نصلي في أثناء الكسوف، لأنه إذا انتهى الكسوف لا تشرع صلاة الكسوف، واضح؟ ليس معنى يجب أن صلاة الكسوف واجبة، لا، صلاة الكسوف مستحبة، سنة مؤكدة، إنما المقصود أن نوقع صلاة الكسوف في أثناء الكسوف، واضح؟ فهو مقارن. إذا نظرنا إلى أننا نوقع صلاة الكسوف في أثناء الكسوف فهذا مقارن من هذه الناحية، وإذا نظرنا إلى أن الكسوف يحصل أولاً ثم نصلي فهو ماذا؟ فهو متقدم. إذن ممكن أن يكون متقدم بهذا الاعتبار، مقارن بهذا الاعتبار. ومثل الكسوف بارك الله فيكم ماذا؟ الخسوف. ومثل الكسوف والخسوف الاستسقاء، لأن سبب الاستسقاء ما هو؟ القحط، تمام. وسبب الكسوف والخسوف التغير في الشمس أو في القمر. قال هنا: وكسوف وصلاة جنازة ولو على غائب. وصلاة جنازة أو ولو على غائب، ما سبب صلاة الجنازة؟ سبب متقدم أو مقارن؟ متقدم. ما سببها؟ ها؟
من يقول السبب وأعطيه الكوبون الثاني، ما سبب صلاة الجنازة؟ ما رأيكم؟ لماذا سكتتم؟ ما سبب صلاة الجنازة؟ ما سبب صلاة الجنازة؟ قال الفقهاء سبب صلاة الجنازة تطهير الميت، يدخل وقت صلاة الجنازة بتطهير الميت، قبل أن يطهر الميت ما في صلاة جنازة، لأنك لو صليت على الميت قبل أن يطهر إما بغسل أو بتيمم لا تصح الصلاة. متى تكون الصلاة واجبة؟ إذا تقدم تطهير الميت إما بتغسيل وإما بتيمم، واضح أو لا؟ نعم. إذن هذا سيبقى معي. قال هنا، قال وصلاة جنازة ولو على غائب، يعني ذات سبب متقدم، حتى ولو كنت تصلي على ميت غائب، يعني مقصود غائب عن البلد، لأنه يستحب الصلاة على الميت الغائب عن البلد، واضح؟ يستحب الصلاة على الميت الغائب عن البلد. قال وصلاة جنازة ولو على غائب. طبعا قد يقول لك قائل، عادة الناس اليوم مثلا إذا جاءت الجنازة، إذا جاءت الجنازة قبل صلاة العصر فإنهم يؤخرون الصلاة على الجنازة إلى بعد صلاة العصر، صح؟ مع أنه بعد صلاة العصر يدخل وقت النهي، لأنه كما مر معنا أن وقت النهي يبدأ متى؟ بعد فعلنا لصلاة العصر. طيب هل الأفضل أن نصلي على الجنازة قبل أن نصلي العصر، أو نصلي العصر ثم نصلي على الجنازة؟ ما رأيكم؟ فهمنا؟ واضح؟ قال لك الفقهاء إذا كان تأخير صلاة الجنازة إلى بعد العصر، إلى بعد صلاة العصر من أجل تكثير الجماعة حتى يحضر الناس أكثر، لأن صلاة الجنازة مطلوب فيها كثرة العدد ليشفعوا للميت، واضح؟ إذا كان التأخير من أجل تكثير العدد أو من أجل انتظار ولي الميت، ولي الميت لازال في الطريق، سيأتي مراد بولي الميت أي قريب الميت كأب أو أخ أو ابن، واضح؟ فإذا كان التأخير لأجل مصلحة تتعلق بتكثير الجماعة أو انتظار قريب الميت فهذا جائز، تؤخر الصلاة، صلاة الجنازة إلى بعد صلاة، إلى بعد صلاة العصر. قال هنا وصلاة جنازة ولو على غائب وإعادة مع جماعة ولو إماما، يعني لو أعاد الصلاة مرة أخرى فإنه لا يحرم عليه فعلها في وقت النهي. نفترض على سبيل المثال أنه صلى الصبح ثم جاءت جماعة بعد صلاة الصبح، واضح؟ جاءت جماعة فصلى معهم الصبح مرة ثانية، هل نقول له الآن وقت نهي لماذا تعيد صلاة الصبح، أو نقول يجوز لك أن تصلي صلاة الصبح أن تعيدها؟ ما رأيكم؟ قال لكم هذه يجوز فعلها في وقت النهي. طيب هذه يجوز فعلها في وقت النهي، هل هي ذات سبب متقدم أو مقارن؟ المعادة، الصلاة المعادة ذات سبب متقدم أو مقارن؟ قال لك الفقهاء ذات سبب مقارن، لأن سبب الإعادة هو الجماعة، لا يجوز له أن يعيد الصلاة منفردا، يعني لو أن شخصا مثلا صلى الصبح جماعة ثم أراد أن يعيد الصلاة منفردا، الصلاة الأولى صحيحة لكنه أراد أن يصليها مرة أخرى منفردا، هذا لا يجوز، الصلاة لا تصلى مرتين، إلا إذا كان صلى مثلا جماعة ثم أراد أن يعيدها جماعة هذا جائز، كما في قصة معاذ، واضح أو لا؟ فقال لك هنا وإعادة مع جماعة، أخرج ما لو أراد أن يعيدها منفردا، قال ولو إماما، أي حتى ولو كان إماما. قال بعد ذلك وكفائتة فرض ونفل، أي بقي هذا السطر ونقف هنا،
قال وكفائدة فرض ونفل، أي هذه مما له سبب متقدم، وسببها التذكر، أي إذا تذكر صلاة فاتت فإنه يصليها حتى ولو كان الوقت وقت نهي، سواء كانت التي فاتت صلاة فرض أو كانت التي فاتت صلاة نفل، في الحالتين يصليها ولو كان الوقت وقت نهي. قال وكفائتة فرض أو نفل بشرط لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه. أما لو قصد أن يؤخر الفائتة لوقت النهي فيصليها في وقت النهي هذا حرام، لأنه تقصد معاندة الشارع، واضح أو لا؟ ولذلك نقول من تحرى أن يوقع الفائتة في وقت النهي فإنه يحرم عليه ولا تصح منه، لأنه قصد مراغمة الشارع، مخالفة الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه أو يداوم عليه، أي قصد أن يوقعها في وقت النهي ليداوم عليه. طبعا هنا تذكر القصة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس شغله عن راتبة الظهر البعدية، فصلاها متى؟ صلاها بعد العصر، صح؟ صلاها بعد العصر قضاء. ثم لما صلاها بعد العصر كان صلى الله عليه وسلم يداوم على ركعتين بعد العصر، لكن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. المداومة، انظر عندنا مسألتان، مسألة قضاء الراتبة ومسألة المداومة على الركعتين بعد العصر. فقضاء الراتبة هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المداومة على فعل الركعتين بعد العصر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك الفقهاء إن المداومة على فعل الركعتين في وقت القضاء، تمام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحرم على غيره. أراد أن يشير إلى هذه المسألة بقوله هنا أو يداوم عليه. ثم قال فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا. يعني لو تقصد أن يوقع صلاة من هذه الصلوات التي مرت معنا من ذوات السبب المتقدم، قصد أن يفعلها في أوقات النهي فإنه يحرم عليه. مثال ذلك، قصد أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي لأنها تحية المسجد، واضح؟ يعني دخل المسجد ليصلي ركعتين في وقت النهي، هذا يحرم عليه، بخلاف من دخل المسجد مثلا ليحضر درسا، ليقرأ القرآن، أو دخل المسجد بلا غرض، هذا لا بأس يصلي ركعتين، لكن دخل في وقت النهي ليصلي ركعتين هذا فيه عناد للشارع، واضح؟ هذا يأثم. ولذلك قال فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت، انظر هذا استثناء، قال غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد. ما معنى لا تنعقد؟ يعني أيوة، يعني وجودها وعدمها سواء، لا تصح، يعني حتى لما نقول لا تصح هذا مجاز، وإلا لا تنعقد أي من أولها، واضح؟ قال ولو فائتة، تقدير الكلام ولو كانت الصلاة فائتة يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع. إذن نقول ذوات السبب المتقدم، ذوات السبب المقارن يجوز أن تصليها في وقت النهي، لكن بشرط أنك لا تتحرى إيقاعها في وقت النهي، واضح؟ لا تتحرى، فلو تقصدت إيقاعها في وقت النهي فإنه يحرم عليك ذلك ولا تنعقد. إذن هذا الاستثناء الثالث. الاستثناء الرابع في قوله غير صاحبة الوقت، ما معنى غير صاحبة الوقت؟ ما معنى غير صاحبة الوقت؟ نحن قلنا قبل قليل
أن من أوقات النهي عند اصفرار الشمس، عند اصفرار الشمس حتى تغرب، صح؟ هذا وقت النهي. طيب لو قال لك قائل أنا سأؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، هل يكون آثما؟ لا يكون آثما. لماذا لا يكون آثما؟ لأنها صاحبة الوقت. واضح؟ واضح أو لا؟ مرة أخرى يقول لك إن هذا النهي في غير صاحبة الوقت، أما صاحبة الوقت فلو أخرها إلى وقت النهي فإنها لا تحرم. واضح؟ صلاة العصر وقتها يبدأ متى؟ يبدأ بمصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء إلى غروب الشمس، هذا كله وقت العصر، صح؟ وقت النهي متى يبدأ؟ يبدأ عند الإصفرار حتى تغرب الشمس. قال لك أنا سأؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، سأصليها عند الإصفرار. يصليها في الوقت أو خارج الوقت؟ ما زال في الوقت. نقول يجوز لك أن تصليها عند الإصفرار، لا يحرم عليك ذلك. لماذا؟ نقول لأن هذه صاحبة الوقت ليست فائتة. واضح؟ هذه صاحبة الوقت، وقتها الآن، فيجوز لك أن تفعلها في وقت النهي. ولذلك قال لك هنا غير صاحبة الوقت. هذا مثال، هذا مثال لصلاة فرض، ومثلها صلاة النفل. يعني أعطيك مثال، سنة الصبح، سنة الصبح ركعتان قبل الصبح. لو قال لك شخص أنا سأصلي سنة الصبح بعد صلاة الصبح، يكون آثما؟ ما حكم الصلاة بعد صلاة الصبح؟ ما حكم الصلاة بعد صلاة الصبح؟ درسنا الآن منهي عنه، صح؟ حرام. طيب لو قال لك أنا سأؤخر سنة الصبح فأصليها بعد صلاة الصبح، يكون آثما؟ نقول لا، ليس آثما. لماذا ليس آثما؟ الجواب لأنها صاحبة الوقت، وقتها الآن، لأنها صاحبة، تتبع صاحبة الوقت. هذا وقت الصبح ووقت راتبة الصبح أيضا. واضح؟ ولذلك قال لكم هنا غير صاحبة الوقت. ثم قال وخامسه استقبال القبلة. هذا مفتتح الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.